أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، الفجوة بين القوى الشيعية والكردية تتسع مع اقتراب التصويت على قانون الموازنة. في يقين نت، الأمم المتحدة تدين أعمال العنف الأخيرة في الناصرية. في بولتيكو، الشرق الأوسط ليس أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. في الزمان، تفاقم القلق بعد تخطي فيروس كورونا حاجز 4000 إصابة في العراق. في القدس العربي، أوقاف القدس تشيد بأسبوع الأقصى العالمي وتدعو إلى التفاعل. وفي القدس العربي، اتهام مؤسس بلاك ووتر بالمساعدة في التهرب من عقوبات الأمم المتحدة. في العرب الجديد، العراق صدامات بين الأمن ومتظاهرين في الناصرية وإدانة أممية للعنف الدامي. نبدأ من مقال لصحيفة القدس العربي حول المعلن والمستور في تقرير بلاس خارت عن العراق للكاتبة هيفاء زنجنة، وجاء فيه: في ظل أجواء الإحباط العام وكثرة التقارير غير المجدية المستهلكة للورق والتصريحات التوافقية للأمم المتحدة، باتت بلاس خارت الوجه الذي تركزت عليه النقمة، التعليقات الغاضبة والساخرة وحملات المطالبة بطردها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نكاد ننسى بأنها ممثلة منظمة لا يمكن أن تمارس عملها ما لم تحصل على موافقة الحكومات والدول التي تفتح مكاتبها فيها. قد تبين قراءة الخطوط العامة للتقرير أن بلاس خارت تستحق فعلا حملة التسقيط التي تشن ضدها، إلا أن القراءة المتأنية تشير إلى أنها استخدمت لهجة كشفت فيها مدى تدهور الوضع في العراق بكافة الجوانب التي تناولتها، وإن حاولت عدم تجاوز الحدود المرسومة لعمل منظمة الأمم المتحدة، حيث أبدت أسفها لعدم تنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادي، وذلك لعدم مصاحبته المعركة ضد الفساد الاقتصادي والسياسي وتعزيز الحوكمة القوية والشفافية والمساءلة. وعادت لإبداء الأسف إزاء الحقيقة المرة بأن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية وقضايا أخرى أكبر لا يزال أمراً بعيد المنال، وأن المفاوضات تتسم بطابع سياسي متأصل وتعكس استفحالاً للهواجس وانعدام الثقة. وباختصار شديد، أن الوضع الراهن مخيب للآمال بشكل خاص وينعكس على استقرار البلد بكامله، ولم يتوقف إحساس بلاس خارت بالأسف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل قرار الحكومة بإغلاق مخيمات النازحين وعدم الإصغاء لتوصيات البعثة بتوفير تدابير آمنة وكريمة لحل مشكلة النزوح بدلا من التسرع والتعتيم، ما أدى إلى نتائج كارثية مثل النزوح الثانوي أو عودة الناس إلى مناطق تفتقر إلى المأوى والخدمات الأساسية. تتابع هيفاء زنجنة: لقد تناولت بلاس خارت كما أشارت في بداية تقريرها جوانب عدة من الوضع العراقي، إلا أنها تفادت طرح مسائل مهمة جدا لا يمكن الخروج من الوضع المأساوي المتدهور أكثر فأكثر دون إيجاد الحل لها، من بينها وجود الميليشيات ارتكابها الجرائم بلا مساءلة وإرهابها المواطنين وسيطرتها على مقدرات الدولة. رغم مرور سنوات على صدور تشريع برلماني يشدد العقوبة على مثل هذه الجرائم، عاد نشاط عصابات الاتجار بالبشر في الآونة الأخيرة، وعادت منظمات محلية ودولية لتؤكد على خطورة هذا الوضع في تقارير تهدف إلى لفت نظر العالم لما يحدث. تقرير لوكالة يقينات. العصابات تستغل الظروف الاقتصادية المتردية للكثير من العوائل والفوضى الأمنية وانتشار السلاح وتعاظم نفوذ الميليشيات في البلاد منذ الاحتلال وحتى الآن،
وقالت عضوة اللجنة ريزان الشيخ دلير إن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد ساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وكانت أرقام سابقة كشفها المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر قد كشفت عن وجود 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد وبقية المحافظات تقوم باستدراج النساء للعمل في شبكات البغاء إلى جانب المتاجرة بالأعضاء البشرية، وأن بعض هذه الشبكات تتخذ من إقليم كردستان ملاذاً آمناً لممارسة جرائمها من خلال استجراد الضحايا وسرقة أعضائهم. ومن بين هذه الشبكات أحصى المرصد 7 في محافظة السليمانية و9 شبكات أخرى مرتبطة ببعضها تعمل على استدراج المراهقين والمشردين في أربيل ودهوك وكركوك، لتقوم لاحقاً بانتزاع بعض أعضائهم البشرية وتبيعها بمبالغ طائلة، و5 شبكات في بغداد لاستدراج الفتيات القاصرات وإرغامهن على العمل في شبكاتهم. وسبق للمرصد أن وثق 13 جريمة مماثلة في بغداد والمحافظات تعمل بالإضافة إلى الأعمال السابقة على استغلال الأطفال في التسول في التقاطعات والأسواق، وأن 1/3 الشريحة المستهدفة هم من الأطفال دون 16 ومن النساء. في ذات التقارير جاء أيضاً أن الإنسان في العراق تحول سلعة رخيصة تبيعها وتشتريها عصابات منظمة ما كان لها أن تنتشر بشكل غير مسبوق لولا الظروف الأمنية والاقتصادية المتردية ولولا مظلة الحماية التي توفرها لها أطراف متنفذة بحسب هذه التقارير. من بعد أكثر من 17 عاماً من الفساد الذي أزكمت رائحته الأنوف وفشل إدارة مصالح الناس وإهمال مقومات الدولة والدفع بالبلد إلى ما يشبه المجهول، يخرج بعضهم ليخطب بين الناس أو ليدعو عبر وسائل الإعلام والتواصل إلى إنشاء عقد، أليست هذه أي عقد سياسي، أليست هذه جديدة أيها السادة؟ إلى المزيد في مقال الكاتب علي العجاف نتابع. بعد كل هذا التقاتل بينهم على الدولار وموارده فوق الكراسي وتحت الطاولات في القصور الفارهة وفي الغرف المظلمة في تكوين التحالفات وفي تفكيكها في مباركات بعضهم لبعض وفي صب لعنات بعضهم على بعض، وبعد مسيرة فاشلة ودامية استغرقت كل هذا الوقت، يريدون الآن عقدا سياسيا جديدا كي يتقاذفوا كرة المصالح فيما بينهم مرة أخرى. أليس في مثل دعوات كهذه استغفال للشعب وضحك عليه وإصرار على ارتكاب الخطايا إزاءه؟ إن الدعوة إلى عقد جديد ما هي إلا محاولة لإنقاذ النفس من المساءلة الآتية وتشبث بالسلطة وقتال من أجلها حتى النفس الأخير وحجبها عن غيرهم. لماذا يتوجب على هذا البلد أن يظل يتحمل كل هذه الرحلة الشاقة من فشل إلى فشل تقودها ذات الوجوه التي رافقت الاحتلال الأمريكي؟ وإلى متى تستمر هذه الرحلة وما هو مآلها؟ إنهم يدعون إلى عقد سياسي جديد فيما بينهم يديم وجودهم في السلطة وهيمنتهم على قراراتها دون أن يحاولوا التعرف على رأي الشعب فيما يدعون إليه. إنهم يتجاهلون كما لو أنه قطيع من كائنات فاقدة الأهلية لا مسوغ لأخذ رأيهم فيما يتعلق بمصيرهم أنفسهم. يتابع الكاتب علي ضياء الدين: أيها السادة، لقد أخذتم فرصتكم وزيادة وفشلتم ولا تزالون غير قادرين على إتمام المهمات، أنتم غير قادرين على فعل الخير، وما عليكم الآن إلا المغادرة وترك البلد لأبنائه الأكفاء، عسى أن يعيدوا بناء ما خربتموه.
إلى مقال آخر في رسام، وجاء فيه: منذ أن دخل الرئيس الأمريكي 46 جو بايدن إلى أروقة البيت الأبيض، والعالم يترقب موقفه الفاصل بخصوص جملة من المواقف الأمريكية الخارجية، وفي مقدمتها الموقف من الصراع الفلسطيني الصهيوني ومستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن وصل التهديد بين الطرفين لدرجات عالية الخطورة، وبالذات بعد اغتيال قاسم سليماني بداية العام 2020 في العاصمة بغداد. مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع رسام للدراسات. سياسة بايدن ستكون على ذات السكة الأوبامية، وهي سياسة التهدئة البعيدة عن طبول الحرب والساعية لتفعيل الاتفاق مع طهران مع ضمان مصالح واشنطن في المنطقة. وربما يمكن القول إن الواقع يؤكد هذه الفرضية، وخلو لغة بايدن من أسلوب الكاوبوي الذي انتهجه الرئيس دونالد ترامب، وأيضا الترتيب الدبلوماسي المطمئن لإيران، حيث عين الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسبوعين الدبلوماسي المخضرم وخبير شؤون الشرق الأوسط روبرت مالي مندوبا له للشؤون الإيرانية، وهو مصري المولد حلبي المنشأ ويهودي الديانة، وهو يتحدث العربية، وهو ليس ببعيد عن الملف الإيراني لأنه قاد الجانب الأمريكي من موقعه مستشارا دبلوماسيا للرئيس الأسبق باراك أوباما في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015. وهذه رسالة مبطنة لإيران أن الاتفاق يمكن تفعيله ضمن ترتيب ما لم يظهر للعلن حتى الساعة. الكاتب الدكتور جاسم الشمري يضيف: من هنا ربما ستحاول واشنطن دغدغة مشاعر إيران برفع بعض العقوبات عنها لدفعها للالتزام بالاتفاق النووي، وربما ستكون عبر بعض الجوانب الإنسانية، وبالذات مع استمرار تفشي كوفيد-19 في العالم، وكل ذلك ربما لتكون بداية لمرحلة جديدة بين البلدين. في كل التقديرات فإن مرحلة الرئيس بايدن ليست مرحلة دونالد ترامب، وإيران اليوم في موقف أفضل، وربما ستجني الكثير على حساب دول المنطقة. تخبرنا سنن التاريخ أن المغلوب يقلد الغالب، ذلك أن الطبقة المهيمنة تمتلك كل شروط القوة والازدهار على عكس الطبقة المهيمن عليها، تظهر كل صفات الدونية والضعف والانكسار، ويتجلى هذا الضعف والانكسار في مظاهر متعددة، ومنها شيوع المحاكاة المشوهة بين المجتمعات التي منيت بتراجع حضاري كبير ورمى بها التاريخ في أقصى زاوية هامشية. عن الوضع الاقتصادي في العراق والفوضى كتب رعد أطياف في موقع ألترا عراق: إن التحدي الأكبر ينطلق من هنا، محاكاة اقتصادية مشوهة للدول المتقدمة يسقط فيها النموذج الأصلي على حساب الصورة البائسة والمشوهة. فالمحاكاة الاقتصادية التي تجري في العراق على سبيل المثال تؤشر بوضوح سقوط النموذج وانتصار التجريد والمحاكاة. في مشرقنا العربي والعراق على وجه الخصوص تبدو الأمور كما لو أنها مقلوبة رأسا على عقب، نظام اقتصادي ريعي لا هو رأس مالي على وجه، ولا هو اشتراكي على وجه، ولا هو اقتصاد رفاه على طريقة الدول الإسكندنافية. وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي ينعم بها العراق، فما زالت إحصائيات تخبرنا بارتفاع معدلات مخيفة للفقر والبطالة في العراق، ذلك أن شخصا واحدا من بين كل 5 أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر. ويقابل هذا البؤس خصخصة غير معلنة للصحة والكهرباء والتعليم. ولكي تكتمل المسبحة، كما يقول المثل العراقي الشهير، بدأت العوائل العراقية بالاعتماد على متعهدي النفايات الأهليين 10,000 دينار مقابل نقل النفايات، فنحن العراقيين نعالج أنفسنا ونعلم أطفالنا ونرمي نفاياتنا كما لو أننا في أحد الدول ذات الاقتصادات المتطورة. يتابع رعد أطياف: أكيد أن الخصخصة بمعناها الحرفي والصريح لا توجد لها معالم حتى هذه اللحظة،
وأكيد أيضا أن القطاعات الخدمية تقدم خدماتها العامة ولو على استحياء، مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والبلدية. إلى أنها وعلى الطريقة العراقية قدم هنا وقدم هناك، لا هي حسمت أمرها بموضوع الخصخصة، ولا هي دولة رائعية تقدم خدماتها بالكامل. إلى آخر المقالات الموجودة لدينا بهذا العدد من صدى الأقلام، وهو منشور في عربي 21، وجاء في مطلعه: جهود كبيرة بذلت ولقاءات كثيرة عقدت في أكثر من قطر لطي صفحة الانقسام الفلسطيني الذي طال أمده، إلا أن الإخفاق كان سيد الموقف بيد أن الاستمرار في بذل الجهد لإغلاق هذه الصفحة واجب على كل مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني، إذ لا معنى للإحباط واليأس والاستسلام أمام تحديات لم الشمل الفلسطيني، وإن كل الجهد المبذول من الفصائل وقياداتها ومن قوى المجتمع المدني والشعب الفلسطيني كافة ينبغي أن يكون محل تقدير، فالقضية الفلسطينية العادلة تستحق بذل كل الجهد الممكن لتحصينها وإعادة الاعتبار لها، مقال للكاتب أحمد عطاونة نتابع. لا شك أن كل الحريصين على المشروع الوطني كانوا يفضلون أن يكون المدخل لإنهاء الانقسام هو التوافق والتدرج في حل المشاكل المترتبة عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالاستناد إلى مشروع وطني جامع ومتفق عليه. لكن أما وأن الفصائل المعنية اتفقت على أن يكون المدخل هو عبر انتخابات متتالية ومترابطة كما نصت عليه تفاهمات اسطنبول واتفاق القاهرة الأخير، فلا بد من استثمار الفرصة وعدم تضييعها والدفع بها كي تشكل مدخلا جديا لإنهاء الانقسام وترتيب المؤسسة السياسية، لا سيما أن الاتفاق يتضمن المؤسسات السياسية المختلفة التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، ولا يمكن الاتكاء بشكل دائم على فكرة عدم الثقة والخوف من الإقدام على خطوات قد لا تبدو محكمة تماما، إذ أن أي خطوة يمكن أن تقود إلى عمل فلسطيني مشترك ستكون أفضل من استمرار الحال المهترئ القائم والذي لم يستقر على ما فيه من اهتراء، بل إنه يتراجع بشكل مستمر. تشكل الانتخابات فرصة لإعادة تأهيل وتجديد وبث الحياة في الطبقة السياسية الفلسطينية وفي عروق الحياة المدنية والإدارية، فهي ستوفر الفرصة لمئات القيادات والكوادر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية لتشارك في هذه العملية، ولتجبر الجميع على تقديم أفضل ما لديهم للشعب الفلسطيني، وستشكل تحديا حقيقيا لكل العاملين في الحقل السياسي، وستعطي المواطن الفلسطيني فرصة لممارسة حقه المسلوب. يتابع الكاتب الفلسطيني أحمد عطاونة بشأن الانتخابات قائلا: بغض النظر عن الفائز فيها ونظرا لأنها ستجرى وفقا للتمثيل النسبي الكامل، فإنها ستجبر الجميع على العمل المشترك وبناء التحالفات بين الفصائل لتشكيل الحكومة ولضمان عمل المنظومة السياسية، حيث أنه من المستبعد جدا وفقا لنتائج كل الانتخابات الفلسطينية السابقة البرلمانية والنقابية والطلابية والبلدية أيضا، وكذلك وفقا لاستطلاعات الرأي خلال السنوات السابقة، من المستبعد أن يتمكن أي من الفصائل من حسم النتائج بشكل مطلق لصالحه. تجمع المئات في باريس الأحد دعما للحراك الاحتجاجي الجزائري عشية ذكرى انطلاقته الثانية، رافعين مطالب من بينها الإفراج عن كل معتقلي الرأي وإحداث تغيير جذري في النظام الحاكم. وعلق المتظاهرون لافتات بيضاء في ساحة لا ريبوبليك على مقربة من وسط باريس، كتبت عليها شعارات بينها: الشعب سيمضي إلى النهاية، وأوقف القمع، ولا نسيان ولا تنازل، وفليرحل نظام، سيادة للشعب على كل المؤسسات
والموارد. وكان يفترض أن ينطلق المتظاهرون في مسيرة تبدأ من ساحة الجمهورية وتنتهي في ساحة لاناسيون، لكن الشرطة منعتهم بسبب مخاطر جدية بالإخلال بالنظام العام بحسب ما نقلت الشرطة الفرنسية. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة صدى الأقلام. دائما كونوا في أمان الله.